الاستيراد خذينا على عتقنا هذه المسؤوليه باش هذه السنه نقلص الى حد كبير من كميه بذور البلد. وفيه خريطه الطريق اللي رانا احنا بصدد انجازها من على سنتين ثلاثه اقصى حد ربما اربعه او ثلاث سنوات ننتهي من استيراد بذور البطاطا. الجزائر عندها اكتفاء ذاتي في كل تقريب المنتوجات سواء كانت خضر او فواكه. الجزائر ما زالت تستورد القمح. رانا في استراتيجيه اللي تخلينا سنقلص من استيراد. الجزائر ما تستوردش الخضر مطلقا ما عدا كميه قليله من الثوم اللي السنه هذه ننتهي من استيرادها. الجزائر تستورد مسحوق الحليب لا بودر دولي. نحن في كذلك في استراتيجيه للتقليص من فاتوره استيراد مسحوق الحليب كنت نتكلم عليها منذ حين. الجزائر اليوم تنتج اكثر تقريبا 4 ملايير لتر حليب ابقار. نحن نؤثر كل هذه الكميه في تجميع لتقريب مليار لتر اللي شفنا انها تستعمل من طرف المدارس.